في إطار هذه المباراة التكريمية الأخ والصديق الفاعل الجمعوي والرياضي والفني اللي هو الأخ مبارك الرشيدي اللي كان افتخر ونعتز بأمثال هاد الناس اللي عطوا شيء الكثير في الرياضة المنطقة الإقليمية بصفة عامة. كذلك لا يسعنا كمجلس بلدي بمجلسه بساكنة الإقليمية أن نشكر جمعية أسيس الخميس على هذه البادرة الطيبة اللي نسقت فيها مع جمعية ولايات الخميس وجمعية شرفاء الخميس. وكذلك كنشكروا بزاف الإخوة الضيوف ديالنا اللي جاوا حضروا في هذه المباراة التكريمية ألا وهما جمعية أصدقاء لندن وجمعية إخوة لندن وجمعية الرياضيين المغاربة بالخارج اللي جاوا من خارج أرض الوطن وشرفونا بهذه المباراة التكريمية اللي هي داز في جو أخوي ممتاز جدا. وهذا اللي بغينا للمنطقة أن الجمعيات تحاول أنها تفكر الناس القدام اللي عطاو الشيء لكثير القليعة. وشكرا. لاعب قديم في كرة القدم من 1975 إلى سنة 1986 لعبت مع شباب القليعة سابقا، لعبت مع وداد الخميس سابقا. الأول وداد الخميس اللي كان فيها بعض ذلك ما بقوش دابا، بحال ديس عريبات، بحال بوسيدة محمد، بحال عمر عبيد فوق. عاود ثاني لعبت مع الوداد الآخر، وداد الخميس الثانية. هذا الوقت ديك الساعة كان ما لعبت مع التقدم ديال بيكورا، مع التقدم بيكورا لعبت مع عامين في تروازيام ديفيزيون. هذا الشيء كاين. وانا كان هاد الناس هادو اللي معايا هاد الخير هذا كان جازيهم بخير، الله يرحمهم الوالدين ديالهم، اعتنوا بيا واعتزوا بيا وشجعوني، الله يجازيهم بخير. كل من يساهم في هذه المناسبه هذه الله يجعل ربي يخلصوا مع الله تعالى. هي شرفونا الاخ ديال الاخوان ديالنا متواجدين خارج هذا الوطن باش نشاركوا في هذا العمل الخيري يعني الجبار الذي اصدقاء لندن واصدقاء لندن، وباش نشاركوا في العمل الخيري اللي قمنا به بالامس ان شاء الله. وحقيقه هذا عمل اللي يستحقه التقدير والاحترام. وكنشكر جميع الاخوان الذين شاركوا في هذا العمل الانساني والخيري من قريب ومن بعيد. في السنه شوف حنا دائما مره في السنه كنجمعوا كاع الشباب ديالنا ديال جمعيه تاع لندن وجمعيه تاع هولندا، وكنجمعوا كنجيو كل عام كنجيو هذه بين دونا هذه كنجيو دائما. كنا في المنطقه الجبليه البارح، مشينا عملنا عمل خيري للناس اللي رحبوا بينا وصحاب الزلزال اللي كانوا تضربوا بالزلزال، وحتى واحد ما وصل لهم تما وصلنا لهم وفرحنا عائلات تاعهم. وان شاء الله ما غاديش ننساو دوك الناس، دائما نبقاو جنبهم. الارمله تاهما اللي ما سكنتهم الله يحسن عوانهم، والله يجعل كل شيء زعما عمل خيري ان شاء الله دائما. وحنا دائما كنجهدوا وكل عام كنزيدوا ما شاء الله. انت كتشوف كل عام كنزيدوا ان شاء الله.